صباح الخير يا متابعين، في التحليل الفني الصباح لشركة وينزل بروكر. هدومركو كريم هيدي يوم 14 نوفمبر 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. تداولات سلبية لمؤشر داو جونز خلال الفترة الصباحية لليوم، وطبعا أداء عرضي ومحايد يوم الجمعة الماضية، وده راجع أكيد في المقام الأول بعد تصريحات الفيدرالي الأمريكي والتي أربكت الأسواق مرة أخرى، والتي أكدوا فيها أن الأسواق بالغت في ردة الفعل اتجاه بيانات التضخم الأمريكية، وأن ما زال الطريق طويل أمام طبعا السيطرة على التضخم ورفع الفائدة. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة في الأسواق. ما كانش عندنا بيانات هامة، واليوم كمان في غياب كامل للبيانات الهامة، ولذلك ننتقل مع بعض ونشوف شارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح من الشارت، الاداء ايجابي على مستوى اغلب المؤشرات، اداء ايجابي على الاي ام اي، تقاطع متوسطات سعريه الاعلى، ثبات السعر عليهم، اداء ايجابي على السار، اداء ايجابي على الفلات ترند وعلى الاستوكاستيك، بجانب ثبات السعر على ال 33550، ولذلك نتوقع مزيد من الارتفاعات، ولكن شرط كسر 980 وراها ال 340 واخر نقطه عند 660، مره تانية كسر ال 300 980 وراها ال 340 وراها ال 660، السيناريو الاخر معاكسها بكسر 280 وراها ال 12 واخر نقطة عند 680. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.